السلام عليكم ورحمة الله إذا اليوم مع الجديد في الرياضيات المستوى السادس الصفحة 33 دوك الطبعة الجديدة من الحال القسمة الخارج المضبوط دونك نحاول نفهم من خلال هذا الدرس القسمة وكيفاش نحوله لأن غنبداو على أعداد اللي هي عشرية دوك لشراء سبع دفاتر كلها بالثمن نفسه أدا عادل ثمانية درهم فاصلة خمسطاش، دونك شرا سبعة ديال الدفاتر، خلص ثمانية درهم فاصلة خمسطاش في المجموع، دونك احسب دفتر واحد، يعني دفتر واحد، دونك هنا بطبيعة الحال كلشي غير بأن المجموع اللي خلصتي، غتقسمو على عدد الدفاتر اللي هي العملية اللي وضعناها هنايا، جيد، دونك هنايا الوحدات، إذا دائما كنبداو بالجزء الصحيح، إذا ثمانية كان فيها من سبعة فيها خمسة، خمسة في سبعة خمسة و ثلاثة. لاحظوا الباقي 3 دابا ننزل له واحد اللي هو الاعشار ما دام نزلنا الاعشار خاصنا نديروا فاصله اذا 31 فيها 4 4 ضرب 7 28 31 ناقص 28 غيبقى لي 3 دابا شنو ننزل 5 حدا 3 تولي 35 ها هي فيها 5 5 في 7 35 والباقي 0 اذا 38.15 قسمه 7 7 لقينا 5 فاصلة أربعة آه، خمسة وأربعون وبالتالي ثمن الدفتر الواحد هو خمس دراهم فاصلة خمسة وأربعون جيد آه، تمرين اثنان أستعمل النماذج وأحسب كل خارج إذا كنخدمو القسمة بهاد النماذج دونك هنا كيف كيفاش علاش القسمة كدار بهاد الطريقة دونك لاحظوا جيدا عندنا هنا صفر فاصلة خمسة وعشرين ما معنى هذا من جات لنا صفر فاصلة لاحظوا هنا اللي حسبتو المربعات كاملين غتلقاو هنايا عشرة هنا عشرة يعني المجموع شحال عشرة في عشرة 10. مية مربع صغير جيد شحال لونا منا إلا حسبنا المربعات الملونة, الملونة. غنلقاو هنا عشرة هنا عشرة هي عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين إذا لونا خمسة وعشرين من أصل شحال مئة إذا خمسة وعشرين من أصل مئة لو خمسة وعشرين مربع من أصل مئة جيد هنا ماذا نقرأ هذا العدد الكسري نقرأه خمسة وعشرون على مئة أو خمسة وعشرون جزءا من المئة إذا قدرنا كسبه هكذا خمسة وعشرون لاحظوا 25 جزءا وصلنا الاجزاء من المئه هذا الاعشار وهذا اجزاء من المئه اذا 25 جزء من المئه اذا هذا الصفر فاصله 25 هي هذه هي هذه هي كتمثل اللون الازرق اذا هذا هو اللون الازرق قسمناه على خمسه ما معنى قسمناه على خمسه يعني لاحظوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة القسمات أو خمسة الأجزاء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إذا هذا قسمناه على خمسة الأجزاء هما كل جزء شحال لقينا فيه كل جزء لقينا فيه واحد جوج تلاتة أربعة خمسة دونك لقينا فيه خمسة المربعات ما معنى هذا معنى أن خمسة المربعات من أصل شحال من أصل مية إذا هذا كيمثل خمسة ديال المربعات من أصل مية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة المربعات في كل جزء هنا خمسة 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 إذا قسمنا على خمسة ها آه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة جيد إذا شحال كتمثل هذه كتمثل خمسة على عشرة وخمسة على عشرة هي صفر فاصلة صفر خمسة لأنك كتقرا خمسة أجزاء من المئة وبالتالي الخارج غيكون هو صفر فاصلة صفر خمسة جيد أه نفس الطريقه غنديروا هنايا أه دابا فهمتوا منين جات 48 صافي اكيد نفس الطريقه عندنا 48 ملون مربع ازرق من اصل 100 يعني 48 من اصل 100 هي 48 جزء من ال100 قسمناها على 4 1 2 3 4 4 المجموعات إذا كل مجموعة هاد الزرقين هادو قسمنا على أربعة المجموعات على أربعة كل وحدة لقينا فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش 12 أو أربعة في ثلاثة 12 ولكن 12 هاد من أصل شحال من أصل مية إذا 12 من أصل مية و من أصل مية يعني 12 على مية هي 12 الجزء من المية نكتبوها هكذا تناش الجزء من المئة إذا الخارج هو صفر فاصلة اثنا عشر جيد بنفس الطريقة دائما لاحظوا هنايا الكل فيها واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في عشرة عشرة ولكن حنا ملوناش عشرة لونا عشرة وزدنا عشرة وزدنا ثمانية بمعنى عشرة وعشرة عشرين وثمانية ثمانية وعشرين ولكن ثمانية وعشرين من أصل هذا هو الكل دابا هذا هو اللي كتعتبر الكل هذا هو اللي الكل اذا 28 من اصل 10 28 من اصل عشرة هي 28 عشر جوج فاصله 8 هي هذه قسمناها على 4 واحد جوج ثلاثة أربعة الأجزاء كل جزء لقينا فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لقينا فيه سبعة ولكن من أصل عشرة سبعة الأعشار هي صفر فاصلة سبعة إذا الخارج هو صفر سبعة نفس الشيء هنا عدي عشرة شحال لونا عشرة عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة اربعة اذا لونا اربعة من اصل العشرة هو الكل هذا هو الكل اذا هي اربعة وعشرين عشر جوج فاصلة اربعة هي هذه آه قسمناها على ستة المجموعات لاحظوا كل مجموعة لقينا فيها واحد جوج ثلاثة اربعة لقينا فيها اربعة اربعة من اصل عشرة يعني اربعة الاعشار اذا الخارج هو صفر فاصلة أربعة جيد الآن ليكزارسيس تخوا دونك بور ديفيزي أن نومبر ديسيمال باغ ديس إذا باش نقسمو واحد العدد عشري على عشرة أون ديبلاس سا فيغكول دو أن غون فيغ لاكوش إذا ملي كنقسم واحد العدد uh, عشري على عشرة كنديبلاسي يعني كندوز الفاصلة برتبة واحدة لليسار يعني نرجعها إذا ملي نتقسم على عشرة رجعوا الفاصلة برتبة إذا لاحظوا هنا ثلاثة قسمنا على عشرة الفاصلة لما كانش لخر فاصلة صفر قدروا نديروا فاصلة صفر إذا رجعناها ولات صفر فاصلة ثلاثة هنا نفس الشيء الفاصلة رجعناها هنا ولات صفر فاصلة صفر صفر ثلاثة هاهي هنا على عشرة رجعنا الفاصلة برتبة لاكوش ديما لها تجي لاكوش ولات صفر فاصلة صفر صفر ثلاثة دونك بنفس الطريقة غنديروها قسمنا على عشرة إذا الفاصلة راه بحال فاصله صفر غندوزوها برطبة تولي صفر فاصله ربعة ها هي دوزناها برطبة هنا غنقسمو على عشرة إذا الفاصله ندوزوها برطبة غتولي هنا إذا صفر فاصله صفر ربعة هنا ندوزوها تاني برطبة غتولي صفر فاصله جوج الأصفار ربعة أو أربعة أجزاء من الألف هنا فاصله صفر إلا قسمنا على عشرة نرجعوها برطبة لاكوش سفر فاصلة ستة نفس الشيء رجعوها برتبة صفر فاصلة صفر ستة نفس الشيء نرجعوها برتبة تولي صفر فاصلة صفر صفر ستة إذا ديما إلا قسمنا على عشرة نرجعو الفاصلة برتبة قسمنا على مية راه نرجعوها برتبتين قسمنا على ألف نرجعوها لاكوش بثلاثة رتب وهكذا دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه هذه من الجديد في الرياضيات المستوى السادس صفحه 33 نتمنى التوفيق للجميع شكرا السلام عليكم ورحمه الله